بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله، قال النسائي وابن ماجه رحمهم الله: أخبرنا محمد بن عقيل، زاد بن ماجه وعبد الرحمن بن بشر، قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد، حدثني أبي عن يزيد هو ابن أبي سعيد النحوي مولى قريش، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً، فأنزل الله: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. فيجب على التاجر أن يوفي الكيل والوزن ويحذر من التنقيص. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا جعفر بن النضر بن حماد، حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن هلال بن طلق قال: بينا أنا أسير مع ابن عمر رضي الله عنهما، فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا أهل مكة والمدينة. قال: حق لهم، أما سمعت الله يقول: ويل للمطففين. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو السائب، حدثنا ابن فضيل عن ضرار عن عبد الله المكتب عن رجل لم يسمه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن أهل المدينة ليوفون الكيل. قال: وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله عز وجل: ويل للمطففين، حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالمراد بالتطفيف هنا البخس، يعني النقص في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم، يعني إذا أخذ يأخذ وافي، وإذا أعطى ينقص. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله: الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، يستوفون، أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون. والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا ويكون هم في محل نصب، ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر في قوله: كالوا ووزنوا، فيحذف المفعول لدلالة الكلام عليه، وكلاهما متقارب.
وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، فقال عز وجل: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأهلك الله قوم شعيب عليه السلام ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. ثم قال تعالى متوعدا لهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الحطب جليل الخطب، من خسر فيه أدخل نارا حامية. وقوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي يقومون حفاة عراة غرلا، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا غير مختونين، في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. قال الإمام مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه، أي في عرقه، إلى أنصاف أذنيه، يعرقون وجسمه كله داخل العرق. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كرباتنا في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. رواه البخاري رحمه الله من حديث مالك وعبد الله بن عون كلاهما عن نافع به، ورواه مسلم من الطريقين رحمه الله أيضا، وكذلك رواه صالح وثابت بن كيسان وأيوب بن يحيى وعبد الله وعبيد الله ابن عمر ومحمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. ولفظ الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين، لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة، حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف أذنيه، يعني جسمه كله في العرق إلى فمه. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني سليم بن عامر، حدثنا المقداد يعني ابن الأسود الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد، أي قربت حتى تكون قيد ميل أو ميلين بين العباد وبين الشمس، مقدار ميل كيلو ونصف أو ميلين، الله أكبر، حر شديد، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه العرق إلى عقبه إلى عقبيه آخر القدم، ومنهم من يأخذه
إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه أي وسط، ومنهم من يلجمه إلجاماً أي إلى فمه. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. رواه مسلم رحمه الله عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة، والترمذي رحمه الله عن سويد عن ابن المبارك كلاهما عن ابن جابر به. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحسن بن سوار، حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن أبا عبد الرحمن حدثه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام أي الرؤوس كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق أي إلى فمه. انفرد به أحمد رحمه الله. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو عشانة حي ابن يمن أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العجز أي فوق الفخذ، ومنهم من يبلغ الخاصرة الوسط، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه أي وسط فمه، وأشار بيده فألجمها فاه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرق، وضرب بيده إشارة. انفرد به أحمد رحمه الله. وفي حديث أنهم يقومون 70 سنة لا يتكلمون، اللهم ارحمنا، وقيل يقومون 300 سنة، وقيل يقومون 40,000 سنة، ويقضى بينهم في مقدار 10,000 سنة، كما في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. اللهم ارحمنا برحمتك، وسهل علينا الحساب يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو عون الزيادي، أخبرنا عبد السلام بن عجلان: سمعت أبا يزيد المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري رضي الله عنه: كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه 300 سنة لرب العالمين من أيام الدنيا، لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر؟ قال بشير رضي الله عنه: المستعان الله، أي نستعين الله. قال: فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. إذا أويت إلى فراشك تعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. ورواه ابن جرير رحمه الله من طريق عبد السلام به. عليكم السلام. وفي سنن أبي داود رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه يقومون 40 سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد، قد ألجم العرق برهم وفاجرهم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما يقومون 100 سنة، رواهما ابن جرير رحمه الله، وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من حديث زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد الحواري عن عاصم بن حميد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويستغفر 10 ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول حقا كلا، أي حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، فعيل من السجن، وهو الضيق، كما يقال في السيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره فقال، وما عظم أمره فقال: وما أدراك ما سجين، أي هو أمر عظيم، وسجين مقام مقيم وعذاب أليم، وسجن وقيم وسجن مقيم وعذاب أليم. اللهم أجرنا من عذابك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ثم قد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة، أي سجين تحت الأرض السابعة. وقد تقدم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في حديثه الطويل، يقول الله عز وجل في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. وسجين هي تحت الأرض، تحت الأرض السابعة، وقيل صخرة تحت السابعة خضراء، وقيل بئر في جهنم، أجرنا الله من النار. وقد روى ابن جرير رحمه الله في ذلك حديثاً غريباً منكراً لا يصح، لكن لا يصح، فقال: حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي، حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي، حدثنا نصر بن خزيمة الواسطي عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفلق جب في جهنم، قل أعوذ برب الفلق. قال: الفلق جب في جهنم، يعني بئر في جهنم مغطى، وأما سجين فمفتوح، لكن هذا لا يصح. والصحيح أن سجيناً مأخوذ من السجن، مأخوذ من السجن وهو الضيق، فإن المخلوقات كل ما تسافل منها
ضاق، وكل ما تعالى منها اتسع، فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، وكذلك الأراضون كل واحدة أوسع من التي دونها، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال هاهنا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، وهو يجمع الضيق والسفول، كما قال: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقوله كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه، لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. قاله محمد بن كعب القرظي رحمه الله. ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين، أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام على قوله ويل بما أغنى عن إعادته، وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار. ويل أي هلاك ودمار، كما يقال ويل لفلان، وكما جاء في المسند للإمام أحمد والسنن رحمهم الله من رواية بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، الذي يتخذ حكايات كاذبة ويضحك الناس، ويل له. فالكذب كله محرم، فلا يجوز للمسلم أن يحكي حكاية كاذبة ليضحك الناس، بل عليه أن يتقي الله ويحذر الكذب. قال المعلق: الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي رحمهم الله. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، أسأل الله العافية. ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة الذين يكذبون بيوم الدين، أي لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره، يعني يكذبون بيوم القيامة. قال الله تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح والمجاوزة في تناول المباح، والأثيم في أقواله إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر، نعوذ بالله. فعلينا أن نتقي الله ونحذر ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي إذا سمع كلام الله من الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب به ويظن به ظن السوء، فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، نعوذ بالله. وقالوا الكفار: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون،
أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. ولهذا قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين. وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من طرق عن محمد بن عجلان عن المقعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه أي نظف، وإن زاد زادت. فذلك قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلينا أن نتوب إلى الله ونترك الذنوب. فإذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب نظف، وإن لم يتب وزاد زاد السواد حتى غطى قلبه والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر الذنوب ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. ولفظ النسائي رحمه الله: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة يعني سوداء، فإذا هو نزع أي ترك الذنب واستغفر وتاب صقل قلبه أي نظف، فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه، فهو الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فالذنوب سم للقلب، نسأل الله العافية. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا صفوان بن عيسى، أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه أي نظف، فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه. وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. فعلينا أن نبتعد عن الذنوب. وقال الحسن البصري رحمه الله: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. وكذا قال مجاهد بن جبر وقتادة وابن زيد وغيرهم رحمهم الله. وقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار، أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين، ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم جل جلاله. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله في هذه الآية: دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ، الكفار محجوبون، فدل ذلك على أن المؤمنين يرون الله. اللهم ارزقنا النعيم من نظر إلى وجهك العظيم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية، كما دل عليه منطوق قوله:
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. وقد قال ابن جرير محمد بن عمار الرازي حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن عبيد عن الحسن رحمه الله في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة أي صباحا وعشية أي مساء وكلاما هذا معناه. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم يا أرحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله ثم إنهم لصالوا الجحيم أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أي يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يقول تعالى حقا كلا أي حقا إن كتاب الأبرار وهم بخلاف الفجار أي المؤمنون المتقون لفي عليين أي مصيرهم إلى عليين وهو بخلاف السجين. سجين المكان الضيق الأسفل وأما عليين العلو. قال الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس رضي الله عنهما كعبا وأنا حاضر عن سجين قال هي أرض السابعة وفيها أرواح الكفار وسأله عن عليين فقال هي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين وهكذا قال غير واحد إنها السماء السابعة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين يعني الجنة. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين يعني الجنة. وفي رواية العوفي عنه أعمالهم في السماء عند الله وكذا قال الضحاك. وقال قتادة رحمه الله عليون ساق العرش اليمنى عليون ساق العرش اليمنى. وقال غيره عليون عند سدرة المنتهى. والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع ولهذا قال معظما أمره ومفخما شأنه وما أدراك ما عليون. ثم قال مؤكدا لما كتب لهم كتاب مرقوم يشهده المقربون وهم الملائكة عليهم السلام قاله قتادة رحمه الله. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يشهده من كل سماء مقربوها
ثم قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم على الأرائك، وهي السرر تحت الحجال، سرير وعليه غطاء جميل. ينظرون، قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد، وقيل معناه على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار. كلا إنهم الفجار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل المؤمنون، وهم على سررهم وفرشهم كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة، 2000 سنة، يرى أقصاه أبعده كما يرى أدناه أقربه. وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقوله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي صفة الترافه والحشمة والسرور والدعاء والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم. وقوله عز وجل: يسقون من رحيق مختوم، أي يسقون من خمر من الجنة وهو مطهر من كل قدر، بخلاف خمر الدنيا فهو خبيث وأثره خبيث ولونه خبيث نعوذ بالله، أما خمر الجنة حسن من جميع الجهات. والرحيق من أسماء الخمر، قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد رحمهم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن، حدثنا زهير عن سعد بن المجاهد الطائي، عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما عبد وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. فهذا فضل من سقى الظمآن وأطعم الجيعان وكسى العريان ابتغاء وجه الله جل جلاله. قال المعلق: عطية العوفي ضعيف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ختامه مسك، أي خلطه مسك، خلط ذلك الشراب مسك. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: طيب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها مسك، ختم بمسك. وكذا قال قتادة والضحاك رحمهم الله. وقال إبراهيم والحسن رحمهم الله: ختامه مسك، أي عاقبته مسك. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا أبو حمزة عن جابر، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي الدرداء رضي الله عنه: ختامه مسك، قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. وقال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: ختامه مسك، قال: طيبه مسك. وقوله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون،
أي وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون، وليتباهى ويكاثر ويستبقي إلى مثله، ويستبق إلى مثله المستبقون في الإيمان والعمل الصالح، كقوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. فعلينا أن نبادر بالأعمال الصالحة، ونبتعد عن السيئات، ونلزم توحيد الله ومطاعة وإطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ومزاجه من تسنيم، أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم، أي من شراب يقال له تسنيم، يعني خلط بشراب يقال له تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. تسنيم قال هو أبو صالح والضحاك رحمهم الله، ولهذا قال: عيناً يشرب بها المقربون، أي يشربها المقربون صرفاً أي خالصاً، ويمزج لأصحاب اليمين مزجاً أي يخلط لهم. قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، ومسروق وقتادة رحمهم الله وغيرهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين، أي يستهزئون بهم ويحتقرونهم، وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم أي محتقرين لهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي إذا انقلب أي رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فكهين، أي مهما طلبوا وجدوا، ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم، بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي لكونهم على غير دينهم. قال الله تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين، أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم، ولا كلفوا بهم، فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم، كما قال تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ولهذا قال هاهنا: فاليوم، يعني يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أي في مقابلة ما ضحك بهم أولئك، على الأرائك ينظرون، أي إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون. ليسوا بضالين، بل هم من أولياء الله المقربين، ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. اللهم اجعلنا منهم. وقوله: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقص أم لا، يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. فعلينا أن نتقي الله، ونلزم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا، وتجاوز عنا، وأهلنا وأولادنا
والمسلمين والمسلمات. تفسير سورة الانشقاق وهي مكية. قال مالك رحمه الله عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. رواه مسلم والنسائي رحمهم الله من طريق مالك به. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، يعني العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ورواه أيضًا عن مسدد عن معتمر به، ثم رواه عن مسدد عن يزيد بن زريع عن التيمي عن بكر عن أبي رافع فذكره، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من طرق، عن سليمان بن الطرخان التيمي به. وقد روى مسلم وأهل السنن رحمهم الله من حديث سفيان بن عيينة. زاد النسائي رحمه الله وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: إذا السماء انشقت، وذلك يوم القيامة، وأذنت لربها أي استمعت، أذنت أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق، وحقت أي وحق لها أن تطيع أمره، لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء جل جلاله. ثم قال: وإذا الأرض مدت أي بسطت وفرشت ووسعت. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم، أي كما يمد الجلد، حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه، فأكون أول من يدعى، وجبريل عليه السلام عن يمين الرحمن، والله ما رآه قبلها، فأقول: يا رب إن هذا، أي جبريل عليه السلام، أخبرني أنك أرسلته إلي، فيقول الله عز وجل: صدق، ثم أشفع، فأقول: يا ربي عبادك عبدوك في أطراف الأرض. قال: وهو المقام المحمود، يأذن الله للرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. وقوله: وألقت ما فيها وتخلت، أي الأرض ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم، قاله مجاهد وسعيد وقتادة. وأذنت لربها وحقت، أي سمعت وأطاعت لربها
وحق لها أن تطيع. وقوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي ساعٍ إلى ربك سعيا وعامل عملا، فملاقيه، ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله عن الحسن بن جعفر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. الله أكبر. فعلينا أن نعمل الصالحات ونتوب إلى الله من السيئات. ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك، أي فملاق ربك، ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وعلى هذا فكلا القولين متلازم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يقول تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا. وقال قتادة رحمه الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. ثم قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا بلا تعسير، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حسب كذلك يهلك لا محالة. الحساب اليسير أن يقرر الله عبده فيقر، فيقول له: سترتها عليك في الدنيا وسأغفرها لك اليوم، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت: فقلت: أليس؟ قال: الله، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ليس ذاك بالحساب، ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. الحساب اليسير أن يعرض الله على العبد أعماله ويقول: سترت عليك في الدنيا وسأغفرها لك اليوم، هذا الحساب اليسير، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. وأما من نوقش عملت كذا، لماذا عملت؟ إذا نوقش هلك، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا أرحم الراحمين. وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير رحمهم الله من حديث أيوب السختياني به رحمه الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن وكيع، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أبو عامر الخراز عن ابن أبي مليك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا. فقلت: أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، إنه من نوقش الحساب عذب. وقال بيده على إصبعه كأنه ينكت، يعني كأنه يشير بأصبعه ويفكر. وقد رواه أيضا عن عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة عن القاسم
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فذكر الحديث أخرجاه من طريق أبي يونس القشيري، واسمه حاتم ابن أبي صغيرة به رحمه الله. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا مسلم عن الحريش ابن الخريت أخي الزبير، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: من نوقش الحساب أو من حوسب عذب. قال ثم قالت: إنما الحساب اليسير عرض الله عز وجل وهو يراهم. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني عبد الواحد ابن حمزة ابن عبد الله بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلوات في بعض صلاتي: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك. صحيح على شرط مسلم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا، أي المؤمن، أي ويرجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادة والضحاك رحمهم الله: مسرورا أي فرحان مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد روى الطبراني رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تعملون أعمالاً لا تعرف، ويوشك العازب أن يثوب إلى أهله، فمسرور ومكظوم. وقوله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره، تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك، عياذا بالله، فسوف يدعو ثبورا أي خسارا وهلاكا، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا أي فرحا، لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه، فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل، نعوذ بالله من ذلك. إنه ظن أن لن يحور، أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة رحمه الله وغيرهما: والحور هو الرجوع. قال الله: بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني بلى سيعيده الله كما بدأ ويجازيه على أعماله خيرها وشرها، فإنه كان به بصيرا أي عليما خبيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر رضي الله عنهم ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون رحمهم الله أنهم قالوا: الشفق الحمرة التي تكون عند الغروب، الشفق الحمرة الذي تكون في السماء عند الغروب. وقال
قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن ابن لبيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الشفق البياض، فالشفق هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد، وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة، الحمرة في السماء عند الغروب. فالشفق هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد، وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة. قال الخليل بن أحمد: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهب قيل غاب الشفق. وقال الجوهري: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة. وكذا قال عكرمة: الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، الحمرة التي تكون عند هذا الغروب.